عايز قبل ما نروح لمحمود شاكر، بس عايزك تحكي لي على اللقطه بتاعت جمال بالماضي و وبالرحمه، سعيد بالرحمه. عشان هي لقطه كانت غريبه جدا، اللقطه اللي كان بيمسكوا فيها الناس كلها، يعني الناس كلها تناولت الموضوع. يعني هو احنا ما اكتشفناش سر فيما يتعلق باللقطه، الناس كلها اتكلمت. بنعرض اللقطه، ما انا اقول لك الناس اكتشفت الموضوع، شافت الموضوع. لكن الموضوع ليه كواليس. حلو قوي. سبب الكواليس ايه؟ سبب المشكله ايه في الاساس؟ انه في مباراه كاب فيرد الاخيره النتيجة كانت 4-1 في الدقيقة 87، وحصلت مشادة في الملعب ما بين إسلام سليماني وما بين بالرحمة بسبب تسديد ركلة الجزاء. وتعصب جدا جمال بالماضي، وحصلت جلسة ما بين جمال بالماضي وما بين بالرحمة، وقال له أنت التزم بالترتيب اللي أنا حطه. إسلام سليماني هو ترتيبه قبلك، إسلام سليماني هو ترتيبه قبلك في تسديد الركلات. إسلام ما كانش بادئ المباراة، كان محمد أمين بن عمورة هو اللي بادئ. فإسلام لما نزل خلاص بقى ترتيبه قبله. قبل ما ينزل كان سعيد بالرحمة هو اللي يسدد. فطالما إسلام سليماني موجود في الملعب فهو ترتيبه قبله، فإسلام هو المفروض يروحها. فده اللي حسس بالماضي، ونجيب الصورة، يا ريت في صورة موجودة بتاعة المشادة اللي حصلت في مباراة كاب فيرد، اللي حسس بالماضي إنه ماشي بدماغه، ان هو مش عايز يلتزم. دي المشاده اللي كانت في المباراه في الدقيقه 87 و20 ثانيه تقريبا ما بين اسلام سليماني وما بين بالرحمه بسبب تسديد ركله الجزاء. فالنهارده بالماضي وخارج من الملعب بالرحمه مش عايز يخرج، مش حاسس ان هو لا انا عايز اقعد شويه كمان في الملعب. فحاسس ان هو بالنسبه له ما بيسمعش الكلام، وجمال براضي عصبي شويتين، فالموضوع وصل للصوره اللي احنا شفناها دي. فالموضوع مش النهارده، ومش بسبب حاجه حصلت النهارده باستثناء الامتعاض شويه وهو خارج، لكن اساسها هي من مباراه كاب فيرد في التوقف الحالي. يعني شايل له، بس انت من المباراه يعني اللي فاتت. تفتكر كريم اللقطه دي لو حصلت؟ لا مش هفتكر، يعني مش هتحصل خالص. اصل يعني لو عندنا لو لو, لو, لو لو فكرت اصلا يعني مش دي فيها قصص وحكايات. والراجل سعيد بن رحمه ما فتحش بقه، يعني هو سكت وبص في الارض. خد بالك اللاعب الجزائري يعني يتعاملوا مع جمال بالماضي انه واحد من الاساطير. يعني اسطوره، واحد من الاساطير. طيب